السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما وعدتكم في الفيديو الفات حنتكلم المرة دي عن الحاجات النظرية، واللي أنا شخصيا صراحة يعني أتكلم عن خبرتي الشخصية إنه أنا استعنت بيها عشان أتعلم حاجات في السوق أو أتعلم السوق بشكل عام. بس زي ما قلتكم من المرة الفات حقول لكم إن شاء الله، بس الفيديو ده حيركز على الجانب النظري أكتر حاجة، أو يعني إنه مثلا الجانب بتاع إنه كزول مبتدي عايز يعرف. والموضوع ده بالمناسبة شامل الثلاث مستويات، إذا كنتوا كالعادة يعني جديدين في القناة ما تنسوا تفعلوا زر الاشتراك الموجود أسفل الفيديو وعملوا لايك وشير، شاركوا أصحابكم. يعني يلا let's get into it. طيب زي ما قلت لكم في مقدمة الفيديو حنخش في الموضوع طوالي، وحأوريكم الحتات اللي أنا شخصيا قريت منها. طبعا في الفيديو ده زي ما قلت ما حأذكر الحاجات اللابات اللي هي إنه أنا اتعلمت منها، إن شاء الله حيكون في الفيديو الجاي. فبس طبعا دي الحاجات الفري، سواء كانت قناة يوتيوب، سواء كانت منصات، سواء كانت حتى منصات مدفوعة، ولكن طبعا حاجات دي كلها مجانية. المنصة المدفوعة هنا الوحيدة واللي هي تراي هاك مي، وصراحة تستاهل يعني بجد بجد. أنا تعلمت يمكن أكتر من 90% من المعلومات اللي أنا بعرفها من المنصة دي. طيب خلينا نتكلم في أول حاجة واللي هي منصة أخونا الباشمهندس عبد العظيم، ولا المعروف باسم تانشو. طبعا هنا عبد العظيم بيتكلم في اللي هي القائمة بتاعت التشغيل واللي هي البلو تيم فاندمنتلز، بيتكلم عن الأساسيات حقة البلو تيم وحقة السوق بالتحديد، وبيديك ليها من طقطق لحدي السلام عليكم حرفيا بمعنى الكلمة. وبجد ما خلى حاجة، يعني يمكن أنا حتى الفيديو الفيديوهات اللي اتكلمت عنها في الفاتت كانت 90% من الحاجات اللي انا اتعلمتها من كون عبد العظيم، والتحية له طبعا. فهو هنا عامل حكاية بتاعت 15 فيديو على ما اعتقد، ايوه واحد من اصل 15، بتكلم هنا 15 فيديو بديك الحاجة، وحتى كمان بشرح لك فيها الجزء العملي. طبعا زي ما احنا اتفقنا الجزء العملي لفيديو تاني، لكن هو هنا بيشرح لك. فممكن الناس المبتدئين في المجال بتاع البلو تيم والسوق بالتحديد ان هم يتابعوا القناه بتاعت عبد العظيم، وممكن تقريبا تتواصل معه برضه في اللينكد ان بتلقوه قاعد. القناه الثانيه الحرفين برضه زول رهيب رهيب بمعنى الكلمه، اللي هو مصطفى يحيى، برضه حنلقى هنا في القوائم بتاعت التشغيل هو بيتكلم عن السوق انفستيجيشن اللي هو الحاجات بتاع السوق بيشتغلها. برضه عنده تقريبا فيديوهين، انا صراحه ما يعني ما كملت السلسله للاخر، لكن يعني من اول فيديو انا شفته نزلت البلاي ليست بالكامل، لانه بيجت يعني بيتكلم، يعني انت بتحس ان انت بتتكلم مع زول هو اشتغل في الحاجه دي كخبره يمكن اكتر من 20 سنه. انا صراحه ما اعرف الخبره بتاعته هي كم سنه، لكن بيجد يعني زول رهيب، ما اقدر اقول غير كده. وطبعا الحاجه دي كلها يعني بالعربي. نمشي للغنه الثالثه اللي هي غناه معتصم حمدان. معتصم واحد من الناس اللي هو ما بيتكلم عن البلو تيم بالضبط، بل بيتكلم عن حاجات كثيره، بيحل سي تي اف او بيحل اللابات او بيشرح الحاجات الخاصه بالريد تيم والبلو تيم، يعني غناته بتاعت كله. صراحة دي من الغناء بتاعت معتصم، يمكن من أول الغنوات اللي أنا لقيتها في المجال، وبجد يعني ساعدتني كتير. زي ما أنتوا شايفين هنا في البحث زمان بدري بدري، يعني كنت بقرأ في اللي هو في البربي سويت، وصراحة هو بيشرح بطريقة حلوة، لكن طبعا هو بيشرح بالإنجليزي، فإتس أوكي. حتى إنه الواحد لو الإنجليزي بتاعه ما قوي من الشغل اللي هو بيشتغله، إذا أنت تابعت معاه خطوة بخطوة هتلاقي إنك أنت قادر تفهم هو بيسوي في شنو. أما اللي بعدها هي منصة بكبرها بس عن البلوتين. طبعا أنا واحدة من الحاجات اللي عجبتني فيها حرفيا بغض النظر عن المحتوى بتاعه الكورسات بتاعتها، التشالنجز بتاعتها والبراكتس بالتحديد، لأنه يعني كأنك أنت قاعد حرفيا. طبعا ده بعد ما تشوف الحاجات اللي أنا قلت منك، أو إنك يكون عندك معرفة ما شرطا كبيرة، يعني لأن هي أصلا بتساعدك إذا ما عندك معرفة. كيف إنه مثلا لو في مالور في حته، طبعا هو كسيناريو مثلا في مالور في فيشنج ايميل زي ما شايفين هنا suspicious behavior، تمام، انه كيف انك انت تحدد الحاجه دي من البدايه، وكمان تحاول انك تبلغ عنها كانت زول بتاع سوق او حتى تحتويها. بديك سيناريوهات زي ما نحن شايفين اللي هي النوع مثلا هنا مالور لولبين مال مالور تاني اكسشين بروكسي اي حاجه، هم مثلا بيدوك عليها سيناريو معين وبناء عليه انت بعدك بتقعد بتحقق، يعني كانه هو سيناريو حقيقي وانت حاليا فيه، وجوك لك يلا يا باشمهندس حصل 1 2 3 ورينا انت حتتصرف. فهي دي واحده من الحاجات. ده طبعا الجزء العملي برضو كنت هتكلم عنه هناك، يعني
مفصل، لكن حبيت انه برضه اوريكم منهم من البدايه. طبعا دي الكورسات حقتهم، انا دايره امشي للصفحه بتاعت البدايه لانها صراحه اوضح. هو اللي هو زي ما شايفين هنا بيتكلم عن السوك اناليست كارير باث، تمام. هتلاقي نتكلم عن السوك فاندمنتلز، دي طبعا زي الحاجات اللي هي انا ذكرتها مره في الفيديو اللي فات، في السوك فاندمنتلز، فيشنج ايميل، مالور اناليسيس وانت ماشي، وطبعا الشبكه ما شاء الله بتاعتي سمحه شديد، برضه في سكيورتي سولوشن، من كيف تستخدم فيروس توتلز وهكذا. المنصه طبعا مدفوعه واي حاجه، لكن جزء مجاني فيها صراحه كفايه. في كورس تاني ممكن نقول الاربع حاجات اللي اتكلمت عنها اول حاجه، سواء قنوات اليوتيوب او المنصه بتاعت ليتس ديفند، بديك الاساس القوي. لكن اذا عايز تتخصص تخصص عديل، ومثلا بالنسبه للناس المستوى الثاني تيرز 2، في كورسيرا، ويمكن اغلب الناس خاشين فيها بمنح مجانيه، هتلاقي انه عندهم هنا كورس حلو اسمه سايبر انسيدنت ريسبونس سبيشاليزيشن، واللي هو التخصص بتاع ناس الانسيدنت ريسبونس في حد ذاته. هتلاقي عنده حكايه بتاع 3 كورسات، وهي برضو بتشرح اي حاجه مختصه بالانسيدنت ريسبونس، واللي هي الاستجابه للحوادث. وزي ما احنا شايفين انا شغال ديب دايف، يعني بيتكلم عن حاجات عميقه. يعني هو بيتكلم عن الزيك برو، ودي واحده من الحاجات او هي واحده من التولز برضو بيستخدموها. تاني حاجه اللي اغلب الناس برضو عارفينها واكيد اكيد سمعوا بيها، واللي هي الاي بي ام سايبر سيكيورتي اناليست بروفيشنال سيرتيفيكيت، دي اللي حد ذاتها يمكن عايز حكايه بتاع 3 شهور، مش لانه هو الكلام صعب ولا كده، لكن لا، عشان الواحد انه يكون عارف انه هو بيقرا في شنو، وهل هو مستوعب الكلام ولا لا، لانه برضو غير فيها حاجات عمل، غير انه فيها امتحانات. المهم هم شارحين حاجات كميه زي ما شايفين، اللي هو الفريم ورك والسيستم ادمنستريشن، نتورك سيكيورتي والداتابيز، ونشوف الشو مور. هذه برضو واحده من الحاجات اللي انا ما خلصت. زي ما شايفين برضو فيها سايبر ثريت انتليجنس، اللي هي برضو ذكرناها، اللي هم الناس تير 3 اللي هم بيشتغلوا في الحاجات دي، وسايبر سيكيورتي كابستون والى اخره. نجي للمنصه اللي بعدها، واللي هي دي بتتكلم عن، بشوف انه دي برضو مناسبه للناس التير 3 اللي هم ناس اللهم صل على النبي، ناس الديجيتال فريندز، لانه هي في حد ذاتها من الشركه بتاعت اوتيبسي، واللي هي الاوتيبسي طبعا تولز بتاعت ديجيتال فريندز، اللي هي بتقدر تستخرج بواسطتها الحاجات من سواء هارد ديسك تالف او مثلا ممسوح والى اخره. اما المنصه اللي بعدها اللي هي منصه تراي هاكمي، والغنيه عن التعريف، وطبعا زي ما قلت لكم انها هي منصه مدفوعه، لكن بجد بتستاهل. لو قالوا $50 بجد بتستاهل. طبعا $10 دي في الشهر، مين السنة كلها $90. اتكلم عن الحاجات اللي هي انا كان ذكرتها بالتفصيل في الفيديو الفات، واللي هو انا اصلا جايباها من هنا. وطبعا دي باعتبارها في حد ذاته خطة كاملة، يعني ممكن بعد نشوف الفيديوهات حقت عبد العظيم ومصطفى يحيى، ممكن اقول لك على طول تجي الشهادة بتاع تراي هاكمي اللي هي السوك ليفل 1، لانه فيها كمان جزء نظري، يعني انت بتدرس الحاجات اللي سبق ذكرناها في الفيديو الفات، وفي نفس الوقت انت بتطبق. ودي طبعا الميزة اللي انا بحبها في تراي هاكمي، وبسبب انه هي بالنسبة للمنصة رقم 1. نجي للحاجة الثانية في تراي هاكمي، واللي هو التراك بتاع سايبر ديفنس، وبرضه هو بيتكلم عن حاجات كثيرة. انا بشوف انه سايبر ديفنس ده اكتر حاجة يعني بيكون مناسب للناس تير 2. وليه يعني انا قلت كده؟ لانه شوية فيه الحتة بتاعت المالوير اناليسيس، يعني باعتباره تير 2 وتير 3، فهو بيكون بالنسبة لهم مناسب. ولو انه نوعا ما انا شايفاه اسهل من التراك بتاع السوكلير 1، لكن برضه الناس تمشي بالترتيب بيكون افضل. الحاجة اللي بعدها واللي هي برضه مجانية زي ما انتم شايفين هنا مكتوب مجانا، واللي هي حقة الباش مهندس احمد سلطان، بجد الزول ده رهيب، لانه بيشرح لك السيرتيفيكيت الكامله بتاعت الانسيدنت ريسبونس، وبيوفر لك كمان اللي هي المواد الماتيريال، يعني البي دي افس مجانا. طبعا هو بس الحاجه الوحيده يعني ما بيقدر يوفر لك اللي هي اللابات، لكن برضه هو شارح انه انت كيف بتلاقي اللابات دي مجانا. الحاجه اللي بعدها واللي هي بالرغم من انها هي مكتوب فاندمنتلز، لكن انا شخصيا حسيت انه هو الكلام صعب، يمكن لانه بالنسبة لي أول مرة أتعامل مع المالور أناليسيس، واللي هي الكورس من مهارتك لباشمهندس أحمد بهاء، اللي هو شغال في الإيجيبت سيرت. وطبعا دايما اختصار سيرت بيضيع مني، اللي هو Community Emergency Response Team، اللي هم يعني كده الفريق بتاع الاستجابة تحت الحوادث. يلا وتخيلوا، طبعا السيرت ده بكون تقريبا تابع دايما للحكومات على ما أعتقد، أو اللي هو برج الاتصالات ولا حاجة بالشكل ده. المهم ما علينا، هنا بيشرح المالور Analysis Fundamentals من طقطق للسلام عليكم، بيشرح اللي هو المالور Analysis الستاتيك والديناميك، وبيوريك برضو كمان كيف انك انت تعمل لاب خاص إذا
انت عايز تشتغل اللي هو التحليل بتاع البرمجيات الخبيثة دي، وكمان برضو بوريك من وين انك تجيب مالوير تشتغل عليه. وبس لحد هنا طبعا دي الحاجات اللي انا يعني عن تجربة شخصية انه مردات. طبعا اغلب الحاجات زي ما قلت لكم انه ما كملتها، بالذات الاي بي ام سكيورتي والسايبر انسيدنت، لكن باقي الحاجات كلها يعني كملتها وعندي بقى معرفة عنها، فعشان كده حبيت انه اشاركها معاكم عشان كلنا نستفيد مع بعض. وبس لحد هنا بخلص الفيديو، بتمنى لو في حاجة يعني انا فاتت علي ممكن تكتبوا لي في التعليقات، لو في اي اقتراحات تانية برضو ممكن تنزلها في التعليقات. وانا اسفة الفيديو نوعا ما طويل لكن مفيد، درر عرفتوا كيف يعني كلام سمح. فبس اشوفكم الفيديو الجاي على خير ومع السلامة.